بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الدكتوراه المهنية المستوى الثالث مقرر الاستراتيجية الدولية، هنبدأ معاكم النهاردة الفصل الخامس عن تحليل البيئة الداخلية، وهنقدمه في صورة ثلاث محاضرات. نبدأ بالمحاضرة الأولى. البيئة الداخلية المنظمة طبعا دي مهمة جدا في التخطيط الاستراتيجي، ومن خلالها بنحدد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية لكي نضع الخطة الاستراتيجية وفقا للموارد المتاحة في المنظمة وفقا لنقاط الضعف اللي موجودة بيها. من خلال نقاط القوة نستطيع ان احنا نستغلها في انتهاز الفرص داخل الخارجية، ومن خلال نقاط الضعف نستغلها في ان احنا نحاول تحسين نقاط الضعف. أهمية تحليل البيئة الداخلية، تحديد أولا بنحدد نقاط القوة. نقاط القوة هي نقاط التميز، الأمور اللي المنظمة بتكون متميزة فيها سواء كانت موارد أو أنشطة أو وظائف إدارية أو خبرات ومؤهلات أو خلافه. أما نقاط الضعف هي الأمور اللي فيها ضعف أو ندرة أو عدم تميز للمنظمة، سواء أيضا كانت في أنشطتها أو وظائفها أو تعاملها مع الغير أو العاملين بداخلها وهكذا. وبنحدد نقاط القوة زي ما اتفقنا عشان نغتنم بها الفرص المتاحة في البيئة الخارجية، ونقاط الضعف لكي نحاول تحسين هذه النقاط وتوصيلها إلى نقاط قوة. تأثير البيئة الداخلية على التخطيط الاستراتيجي للمنظمة، عوامل البيئة الداخلية تؤدي لحل نقاط القوة والضعف. نقاط القوة اغتنام الفرص والقضاء على التهديدات، نقاط الضعف تحول إلى نقاط قوة. عوامل البيئة الداخلية، ايه العوامل اللي احنا بندرسها في البيئة الداخلية؟ عندنا ثقافة المنظمة اللي هي القيم والعادات والمعتقدات السائدة داخل المنظمة والتي تؤثر على الأفراد العاملين فيها وتؤثر على قوانينها ولوائحها والتصرفات والسلوكيات. في الصورة الذهنية للمنظمة أيضا، دي من نقاط القوة. الصورة الذهنية دي الانطباعات اللي بتوفرها عند الناس عن المنظمة. عندنا هوية المنظمة، هوية المنظمة طبعا بتساوي قوة الهوية زائد نوع الهوية، والهوية هي أي شيء أساسي وثابت ومميز يميز المنظمة غيرها من المنظمات. قوة الهوية بتيجي منين؟ بتيجي كلما كانت المنظمة واضحة ومفهوم الأعضاء المنظمة زادت قوتها، كلما كانت سماتها محددة زادت قوتها، كلما تميزت عن المنظمات الأخرى زادت قوتها، كلما التزم أعضائها إداريا وسلوكيا زادت قوتها. نوع الهوية، عند الهوية المعيارية احترام إدارة المنظمة وأعضائها للقيم والتقاليد. في الهوية النفعية اللي هي الاهتمامات بتحقيق المكاسب الاقتصادية والمصالح الذاتية. الترابط والتنسيق بين أجزاء المنظمة، طبعا لابد يكون في ترابط بين الإدارات وبعضها البعض وتنسيق، زي الترابط بين إدارة الإنتاج والتسويق والأفراد وغيرها، والترابط بين مستويات الإدارة العليا والوسطى والدنيا. كل ده يؤدي إلى قوة أداء المنظمة، وأيضا الترابط مع بين الأقسام وبعضها البعض. كده يبقى انتهينا من المحاضرة الأولى الخاصة بتحليل البيئة الداخلية، إلى أن نلقاكم في المحاضرة الثانية على خير إن شاء الله. لكم منا كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله.